هتهمدي يا بنت فلنتك مش هتعدي دي. ايوه بعتك يا سوسن، انا بعتك، بس ما بعتكيش بالرخيص، لا بعتك بالغالي، بالغالي قوي، بعتك بمليار دولار واعلى مدخلك الكبير. وانت فاكر اني هسيبك تتهنى بيهم؟ هاني يا فالح ضرب كرسي في الكلوب وشطب الليله، هاني رجع الزعيم يا روح امك. يا سلام، دي احسن حاجه حصلت. ايوه دي احسن حاجه حصلت، الرجل المناسب في المكان المناسب. انا اول واحد هيهني ويبارك على الخطوه دي. على الاقل يا اختي ابقى بشتغل من عب هاني باشا مش من عب واحده علمه. علمه يا واطي، العلمه دي كنت تتمنى منها الرضا، كان ناقص تبوس رجليها. ابوس رجلك على ايه يا بنت؟ ابوس رجلك على ايه؟ انا ناسي انت عملتي فيا ايه؟ يا بنت ده انا اللي عرفتك على هاني في اسكندريه، كنت هبعتك ليه ديليفري، واخده بالك انت؟ ديليفري. اسكتي يا سوسن، اسكتي، مش عايز افدعك، خلي الطبق مسطور. حقي فين يا ابو علي؟ بقول لك ايه؟ انا لغايه دلوقتي ما دخلتش حسابي ولا دولار. فلوس اللي انت عايزها يالا. نعم، ورك يا حبيبي، ورك من البطه اللي وقعت من ايديه. الكلام ده كان زمان يا عم ناجي. هاني باشا خلاص خلعك من رجليه انت والبنت دي. البنت دي اخرتها هترقص في كاميرا الياسمين وتلم نقطه. وانت بكتيرك تشتغل سمسار عقارات، تأجر شقق مشبوهه، تفتح مكتب توظيف اوبان وتنصب على الناس، وكده ولا كده هتتسجن. حقي حقي قصاد عمرك يا حسن. ده لما تشوف قفاك من غير مرايه. قفايا من غير مرايه؟ تعال اقف. انت بتكلم مين؟ انا دلوقتي بشتغل من خلال هاني باشا، انا في حمايه هاني باشا. الخسيس هيفضل طول عمره خسيس. اتلم يا بنت، شوفي بتكلمي مين. هتكون بتكلم مين يعني؟ هتكلم حسن، حسن بتاع الاعداديه، ويمكن صاد فيها كمان. واوعى تفتكر ان هاني باشا يقدر يستغنى عني. انا ناجي، ناجي حسن، ناجي اللي عامل زي الوطواط، لما بلزق في الوش ما اطلعش الا بالطبل البلدي. انت عايز مني يالا؟ عايزين كلكم مني ايه؟ خلاص؟ طمعانين فيا عشان العمليه كلها بقت باسمي؟ عموما بقى انتوا مالكمش كلام معايا، روحوا لهاني باشا اتفاهموا معاه، هو الزعيم، هو البص بتاع المنطقه كلها. تعالى يا ناجي نروح لهاني شوف لنا حل معاه. يا كنت تبعدي، هي ناقصاكي؟ هو هاني بيه هيرضى يقابلك او يرد عليك بالتليفون؟ انت بتقولي انا الكلام ده؟ بقول لك انت، بقول اللي خلفوكي. روحي طلعي بدل الرقصه بتاعتك من البلاد وهويها شويه، او فصليك بدله عشمه عشان ما تتنشيش فيها محضر. انت مش في حمل محضر دلوقتي، مفيش حد هيرضى يقف جنبك او يعبرك. انزل انت هنا وسيبيني مع حسن. منكم لله يا ظلمه يا مفتريين، اشوف فيكم يوم. كان غيرك اشتر يا اختي. يلا بيت، يلا ورينا عاد كتافك. وانت يالا، يلا ورينا عاد قفاك. قفايا؟ ماشي يا حسن، ماشي. يلا يلا يلا، خد البت دي معاكش فلوس، صندوق زباله ارميها فيه. زباله؟ انا زباله؟ اوعي تكمليها يا بت، اوعي تكمليها. لاحسن بدل ما ارميكي حيه في صندوق الزباله ارميكي جثه. حاضر يا حسن، ان ما خربت بيتك ما بقاش انا سوسن. انا هوريك يا حسن. سيبوني هضطر اضربه، محدش تمسي بيا. انا ليا مستشفى. انا هوريك يا حسن. يا ناجي، ما دام بدأت مع حسن المشوار ده من ورا ظهري، حاول تنهيه معاه. ايوه يا باشا، بس ده بقى مفتري قوي ونافش ريشه ومتأكد انه واقف ورا ظهرك. لا، انا مفيش حد ورايا، ونصيحة مني بلاش الحكاية دي يا ناجي. باشا، والفلوس اللي هيغسلها حسن؟ حاول تاخد نصيبك من العشرين مليون دولار، بس بلاش تكمل معاه المشوار ده. ما ترسيني على الدور يا باشا. طب اسمع يا ناجي، انت راجل خدمتني كتير وانا منكرش ده، وانا هعمل حساب للعشرة والعيش والملح، وهقولك على المشوار كله. حسن دخله عربون عشرين مليون دولار، انت نصيبك فيهم 50%، يعني 10 مليون دولار هيلهفهم منك او يديهم لك، ده مش شغلي. بس النصيحه الاكيده انك تحاول تاخد ال 10 مليون وبلاش تخش معاه. دي عمليه مشمومه يا ناجي. مليار دولار لحسن، ولا انت ولا 100 زيكم يقدروا يغسلوهم، وبالذات هنا في مصر. العملية هتفوح ريحتها، واللي ما بيشمش هيشم. باشا، بس حسن بيفهمني ان سيادتك واخده تحت باطك. وماله؟
ما انا يهمني مصلحتكم في الاخر. حسن لو مشيت العمليه معاه خير وبركه، حلال عليه، لكن لو ما مشيتش يبقى انا لا شفته ولا اعرفه. باشا طب لو سمحت ممكن تكلمه وتاكد عليه انه ياخدني معاه في العمليه دي؟ يا صابت يا اتنين عور، ده مليار دولار يا باشا. تعرف يا ناجي انت فعلا تستاهل اني اقنع حسن ياخدك معاه في العمليه دي، وانا هقول له يديك العشرة مليون دولار تبدا بيهم، وانا من كل قلبي هدعي لكم ربنا يوفقكم. ربنا يخليك لينا يا اجدع. بص اتبسطوا اتبسطوا هياصوا يا ناجي. انتوا يا بهايم، انتوا يا اللي نايمين على ودانكم، ايه انا اللي هفتح الباب ولا ايه؟ اتفضل يا هاني بيه، ده البيت بيتك. طبعا عارف ان البيت بيتي، كل حاجه هنا ملكي، حتى انت يا سوسن. جاي شمتان فيا يا هاني؟ شمتان؟ ايه الالفاظ البيئه دي؟ جرالك ايه يا سوسن؟ انت مش ناوية تتعلمي ابدا؟ واحد غيري ما كانش عبارك ولا جالك. انا جاي شايلك ورد، كان زماني بحط الورد ده على قبرك. ماشي يا هاني بيه، يا زعيم يا بص، حقك ورجع لك وبقى بين ايديك. انا عمري حقي ما ضاع علشان يرجع لي. الفترة اللي فاتت دي ممكن تعتبريها استراحة للمحارب، كانت فترة ببص فيها على الصورة من بعيد، بس للأسف الصورة اللي أنا عملتها طلعت محروقة. أنتي وحسن وناجي، أنتوا التلاتة طلعتوا أنتن من بعض. خلاص يا هاني، بقيت بتساويني بحسن وناجي؟ أنتوا التلاتة دوركوا خلص خلاص. وقعت تفتكري إيه؟ إن كان ليكم دور من الأصل، انتوا كنتوا مجرد كومبارس ادخلكم واطلعكم من الصوره وقت ما انا عاوز. والوقت ده جه خلاص مش كده يا هاني بيه؟ انتوا الثلاثه خلصتوا على بعض لمصلحتي، وحسن وناجي دلوقتي زي الكلاب تحت رجليا بينهاشوا ببعض. اما انت يا سوسن، ناوي تعمل معايا ايه يا سيهاني؟ تفتكري ممكن اعمل معاكي ايه يا بنت بهانة؟ خدمتك يا سيهاني. ايوه خدمتي، انا ما انكرش ان انا فكرت. صعبتي عليا، هتروحي فين انت في حسن وناجي؟ اي والله يا هاني بيه، هما اللي ساقوني للغلط. ما حدش بيعمل حاجه غصب عنه. انا هديكي اخر فرصه في عمرك، بس بعد كده بلاش تشغلي مخك الزينخ ده، كفايه قوي عليكي تهزي وسطك. اسمعي، كل المشاريع اللي باسمك من بكره تتحول باسم مخلص سعيد ايوب. مين ده يا هاني بيه؟ تاني؟ مش قلتلك ما تشغليش مخك تاني؟ حاضر يا باشا، اقطع لساني كمان لو عايز. كفايه قوي اني هسيبك تهزي وسطك، حتى وانت بتهزي وسطك لازم تهزي بحساب. بطلي بقى شغل الحفلات الخاصه والبزنس الرخيص ده، لمي نفسك يا سوسن. والفترة اللي فاتت دي تمسحيها من دماغك بأستيكة، وإذا مخك الزنخ ده وزك إنك تلعبي في يوم من الأيام، العبي مع اللي قدك، سيبك من اللعب مع الكبار يا سكينة. والشقة دي هسيبها لك، حلال عليكي، ما
مش خسارة فيك يا سوسن. الحياة قضينا فيها أيام جميلة ما تتنسيش. والهدية دي يا ستي بقى فوق البيع. ده الورق اللي قدمه الاستراتيجي علشان يخسر المليار. والشريط ده بقى عليه اعتراف كامل من حسن وناجي بيقولوا فيه ازاي اتخلصوا من شكر السحار وبنته منى. اعملي بيهم اللي انت عاوزاه، ودي اخر مره هسمح لك تستخدمي فيها مخك. اصل الحاجات اللي زي كده بتبقى محتاجه تفكير عوالم. اديني اخويا على الورق ده. ورق ايه ده يا مؤاخذة؟ ده ورق بنسبة فيه انك شريكي في كل حاجة هعملها بمليار دولار. لا يا عم، امضي ايه؟ انا مش حامل مسؤولية. امال بس يعني حامل انك تحط ملايين على قلبك؟ امضي. بقول لك ايه، ابوس ايدك ابو علي، انا ما بحبش امضي عشان خاطري. دي اوامر هاني بيه، واظن انه قال لك زي ما قال لي. بص بقى، هتمضي على الورق ده هتبقى شريكي، مش في العشرين مليون بس، لا، في المليار كله. قلت يا ناجي؟ مليار كله؟ اعتبرني مضيت وبصمت بالعشرة. الو دكتوره نبيله، انا سوسن. تفضلي. اظن دلوقتي عرفتي مين اللي قتل ابوكي واختك، وعرفتي كمان قتلوهم ليه. الدرجات دي حياه الناس رخيصه عندهم؟ يقتلوه عشان يجاملوا أسيادهم؟ يقتلوه عشان تجرأ وقال الحقيقة ودافع عن شرفه؟ بقولك إيه؟ الأوراق والشريط في إيدك، اعملي فيهم اللي أنت عايزاه، بس اوعي تجيبي سيرتي أنا في عرضك. أنا أهم حاجة عندي إني وصلت لبراءة أبويا. والبراءة هتعمل إيه دلوقتي؟ اللي راح عمره ما بيرجع. أنا وعدته إني حاسبت براءته، بس كنت أتمنى إنه يكون قدامي دلوقتي وأسلمه دليل براءته بإيديا. أنت تسلميهم للبوليس أولى. لا، أنا مش هسلمهم للبوليس وبس، لا، أنا هقلب الدنيا. كل حرف اتكتب ضد أبويا في الجرايد هيتكتب قصاده صفحات، لازم كل الناس تعرف إنه بريء. أنا قعدت أيام وليالي أدور على الحقيقة، وكل ما أقرب منها أحس إنها أبعد من الخيال. دلوقتي الحقيقة قدامي بين إيديا، كل لازم يعرفها حتى لو كان التمن عز الناس ليا. هاني، قصدي هاني بيه، أنا في عرضك، ما تودنيش في داهية. تمي جميلك وقوليلي، هاني كان يعرف كل اللي موجود في الشريط؟ أيوة كان يعرف. كان يعرف؟ بس الأمانة لله، ده مسح بيهم الأرض وكان هياكلهم بسنانه أكل ساعة ما عرف. إزاي قلبه طوع وما يقوليش؟ يسيبني لوحدي المدة دي كلها في النار؟ كل قوي وله اللي أقوى منه. هو ما كانش في إيده حيلة، الراجل وقتلوه والجماعة هناك ومبسوطين، هيعمل إيه؟ بالبساطة دي، الراجل وقتلوه والجماعة مبسوطين وخلصت الحكاية. انتوا ايه؟ مش ممكن تكونوا بشر زينا. انتوا اكيد من عالم تاني غير عالمنا، من طينة تانية غير طينتنا. للدرجة دي حياة الناس رخيصة عندكم؟ بلاش عندكم دي، ابوس ايدك، انا خلاص ما بقتش منهم. انا عالمة رقاصة، رقاصة وبس، كل شغلتي اهز وسطي. هاني كان يعرف انك هتوصلي لي الحاجات دي.
لا، هو قال لي تصرفي بدماغك، بس اكيد كان فاهم اني هديهم لك. يا خساره، يبقى هاني لغايه دلوقتي مش عايز يبقى له يد في اي حاجه، حتى في اثبات براءه ابويا. له يد ولا ملوش يد، مش وصلت للي انت عايزاه وخلاص؟ مهما اقول لك مش هتقدري تفهميني، وانا بدور على براءه ابويا، كنت في نفس الوقت بدور على براءه هاني. هاني ابيض وزي الفل، لا قتل ولا مسك سلاح في ايده. المجرم مش اللي بيقتل وبس، كل اللي اشترك في الموضوع ده مجرم. يعني ايه يا دكتور؟ كل اللي تعاون مع اللي بتسموهم الجماعه دول، واللي خلاهم يطولونا هنا مجرمين. كل اللي عارف حقيقتهم وعارف اسرارهم وكتم في نفسه وسكت وقال ماليش دعوه مجرمين. دم ابويا في رقبتكم كلكم. للاسف انا كمان قتلته معاكم لما كانت تحت ايديا الملفات وسكت من غير مضره، اشتركت معاكم في قتله. كلنا اشتركنا في قتله وقتل غيره، وعشان كده لازم ندفع الثمن. لازم ندفع الثمن. بسرعة بسرعة. الو، ايوه يا دور. طبعا شفت الاخبار وقريت الجرايد. المهم نورهان، لف البلد كلها ودور لي عليها، واول ما تلاقيها اطمني. اسمع يا دور، خلي كل موظفين المكتب يلفوا لندن معاك. اتحركوا اتحركوا يا دور. مع السلامه. ايوه يا هاني، شفت الاخبار؟ انا لازم اسافر لنور حالا. احنا لسه هنستنى ما يردوا عليك. طب اوكي، طيب اول ما يتصلوا بيك طمني على طول. طيب خلاص. أستر أستر يا رب. هاني بيه، الدكتورة نبيلة بتحاول تكلم حضرتك على الموبايل وحضرتك ما بتردش.
انت جاي تقول انها هترجع دلوقتي مش كده؟ انت جاي تاخدنا عشان نروح لها، جاي تاخدنا عشان نروح لها مش كده؟ انا باسبوري جاهز، وانت سبق قلت ان ممكن تاخدني طياره خاصه. هاني قولي ان بنتي سليمه، قولي ان بنتي هترجع لحضني تاني، قولي انها هترجع مش كده؟ لا، ما هي لازم ترجع، مش ممكن تسيبني في اللي انا فيه ده. هي حاسه وعارفه باللي انا فيه. انا عايزه بنتي، عايزه بنتي، عايزه بنتي، عايزه بنتي. الناس كلهم مشوا، فاضلش غير الجماعة بتوع مكتبي والدكتور حسام وابنه. يلا يلا تعالوا عشان عاوزين يعزوكي. أنا مش هاخد عزاء بنتي، بنتي ماتت مقتولة، ولازم أخد بطارها من كل اللي قتلوها. طار طار إيه بس يا نبيلة؟ يلا يلا الناس مستنيينك. انا مش حابب لحد، مش حابب لحد. الو، ايه يا باشا، حياتك الباقيه. لا 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 لا، مش هقدر اتكلم في شغل، لا دلوقتي ولا بعدين. انت في مصر؟ انا هبطل شغل يا باشا، لحد هنا وكفايه، كفايه. مع السلامه. ايه اللي قلتي له من صباح ده يا نبيل؟ يعني ايه تلمي شنطك وتسيب البيت؟ هتروحي فين؟ نبيله، اللي صابك هو نفسه اللي صابني. نورهان يا نبيله مش بنتك لوحدك، نورهان بنتنا احنا الاثنين. مادام هي بنتك، حاسب اللي قتلها؟ احاسب مين؟ أحاسب القدر؟ لا، حاسب اللي حطوا في ايدين المجرمين السلاح اللي قتلها. ايه اللي بتقولي ده يا نبيلة؟ انت عاوزة تتهميني ان ليا يد في قتل نورهان؟ اللي حط ايده على الزناد و
ولا اللي فجر الديناميت جاب السلاح منين؟ يبقى مش هو القاتل الحقيقي. القاتل الحقيقي هم تجار السلاح، انت واللي زيك. انا اذا كنت اشتغلت في السلاح فانا شغلي كله كان على الورق، انا مجرد محطه بتوصل الفلوس وبس. تحاولش تريح نفسك بكلام انت نفسك عارف ان هو مش حقيقي. مسؤولي الوحيد في قتل نور هو انت. اللي بتقوليه ده فوق طاقه كل البشر. لا فلوسي ولا شغلي ولا الدنيا كلها تساوي شعر من نورهان. حياتي انا نفسها ما تساويش لحظه عشتها معاه. كل الكلام اللي انت بتقوله ده مش هيرجع لي بنتي. في جريمه حصلت وفي حد لازم يدفع الثمن. دم بنتي مش هيروح حاضر. انا هسيب الشغل خالص. انا كل اللي محتاجه دلوقتي اني اعيش في سلام. عاوز امسح الماضي كله وارضى بالواقع وعذابه ومررته. نبيلة ارجوكي ما تخلينيش اعيش بقيه حياتي وانا حاسس بالذنب. لو عايز تعيش بقيه حياتك في سلام لازم ترضي ربنا وتريح ضميرك. Where is Basha? Basha is waiting for you. Go on. لولا اللي بيني وبينك يا هاني كنت اتمسحت من على وش الدنيا. لحد هنا وكفاية. وجرأت تقولها. أيوة. لحد هنا وكفاية. مش عاوز اشتغل الشغلانه دي. مش بكيفك. شغلانتنا دي ما فيهاش نهايه خدمه. بارادتك او بغير ارادتك هتخدم في بلاط العيله. نهايه الخدمه هي نهايه عمرك. انا مستعد لاي حاجه. هتعملوا ايه؟ هتصفوني؟ صفوني. الرد عليك في التليفون ما كانش هينفع. عشان كده كان لازم اجيلك بنفسي عشان اشرح لك ايه اللي هيحصل. هنصفيك. هيحصل بس في الوقت المناسب اللي احنا نحدده. بس قبل ما يحصل هنضرب كل اللي حواليك واولهم الدكتورة نبيلة. ساعتها هتشوف عذاب لا عمرك فكرت ولا هتفكر فيه لدرجة انك هتتمني لها الموت رحمة. وبعد ما نخلص على كل اللي حواليك هيجي عليك الدور. هيبقى الموت رحمة بالنسبة لك من فظاعة اللي شفته. زي ما انتوا ليكوا اساليبكم انا كمان ليا اسلوبي وهعرف كويس قوي احمي اللي حواليا. هبقى شاهد ملك وهفضحكم في البلد كلها. لا هفضحكم في الدنيا كلها. احنا الدنيا يا هاني. احنا اللي بنحركها هنا وهناك. انا قدمت لكم كتير ومطلبش منكم المستحيل. كل اللي انا عاوزه اوقف معاكم التعامل نهائيا. ويا سيدي كل اسراركم هتتمحي من دماغي. انت ما سمعتش عن المثل اللي بيقول هو دخول الحمام زي خروجه؟ يبقى خلاص انا بقى ههد المعبد عليا وعليكم. ويكفيني ساعتها اني هبقى عملت اللي كان لازم اعمله من زمان. انا زهقت. زهقت من اني اعيش دايما في الظلمه وفي الليل. انا بسببكم خسرت حاجات كتير. حاجات كتير عزيزه عليا. سيبوني بقى. سيبوني أعيش وسط الناس في النهار. ماشي يا هاني. أنا العشرة اللي بيني وبينك هسيبك تعمل كل اللي أنت عايزه ومش هوصل أي حاجة للزعيم. بس للأسف بعد ما تعمل كل اللي أنت عايزه هتلاقي نفسك ما عملتش حاجة. إزاي؟ أنا هبلغ عن كل اللي عملته عشانكم. هديهم أسامي المشروعات والشركات اللي كان بيتغسل فيها الأموال واللي أنا كنت بنا. أنت مين؟ هاني عثمان ولا مخلص سعيد ايوب؟ ايه؟ انت رسميا مالكش اي علاقه بينا
ومن حسن حظك ان انت اللي عملت كده ومتشكرين قوي. احنا الراجل بتاعنا اسمه مخلص سعيد ايوب، وهو ده الوحيد اللي عنده اسرار شغلنا. لو قدرت تلاقيه بلغ، ساعتها هنعمل لك الف حساب. Excuse me, please. الشنط نزلت خلاص، وسادي الكتب عم ابراهيم هيوديهم كلهم على المكتب. ما تسيبيش اي حاجه من بدون ابراهيم، ان شاء الله ورقه مقطوعه حطيها في الشنطه. خدي دول حطيهم في العربي. أرجوك يا نبيلة ما تسيبيش بيتك. بيتي؟ عمره ما كان بيتي. البيت ده مكتوب باسمك. لو كانت أوضة فوق سطوح وجايبها من عرق جبينك بفلوس مش متلطخة بالدم كنت قبلت أعيش فيه. لا يمكن، لا يمكن دي تبقى النهاية أبدا. احنا ما كانش فيه بينا بداية عشان يبقى فيه نهاية. بس أنا حاولت، والله حاولت، مفكرتش في نفسي ولا اللي ممكن يجرى لي. أنا فكرت حميكي أنتي، أنتي بالذات يا نبيلة. عارف يا هاني اللي أنت فيه ده عامل زي إيه؟ زي مية البحر المالح، كل ما تشرب منه تعطش، وفي النهاية هتفضل هاني عثمان الراجل بتاعهم، وانا هفضل نبيلة شكر السحار. مسافة بينا كبيرة قوي. نبيلة، انا حاولت ارضي ضميري زي ما طلبتي، لكن للأسف النتيجة. النتيجة ايه؟ بنتي راحت وانت هترجع، ويمكن اقوى من الاول. انا ما رجعتش، اكتشفت اني واقف مكاني، مكتوب عليا اني اقف فوق اعلى قمة جبل اسود في ظلمة الليل، وتاي مش لاقيني طريق. احنا طريقنا طول عمرنا مش واحد، وحياتنا مع بعض كانت غلطة. غلطة مين مش ده المهم. حتى بعد الطلاق اللي كان بيننا نورهان، ونورهان الله يرحمه، كل اللي هقدر اعمله دلوقتي احاول انسى اني عرفتك في يوم من الايام. نبيلة، سؤال سالته لك زمان بس محتاج اجابته النهارده. لو الملف لسه معاكي كنت هتعملي بيه ايه؟ انا هسيب لك السؤال ده انت اللي تجاوب عليه. إذا عرفت إجابته هتعرف مين نبيلة شكر السحار اللي كانت في يوم من الأيام مراتك وعاشت معاك السنين دي كلها. ده خلاص يا هاني، تعودت تعيش في الضلمة، وأنا طول عمري عايشة في النور. مستحيل الضلمة والنور يتقابلوا في مكان وفي نفس اللحظة.
بتسيبيني في أكتر وقت أنا محتاج لك فيه. ليه؟ ليه مصرة تعاقبيني؟ مش أنا اللي بعاقبك يا هاني. عقابك الوحيد إنك هتفضل تشتغل مع الناس دول بإرادتك ومن غير إرادتك. هو ده العقاب اللي هتفضل عايش فيه لآخر يوم في عمرك. نبيلة، ايوه يا باشا، خلاص كل حاجة ضاعت، انا تحت امركم. الاجتماع اللي جاي فين؟ في انابوليس. كل اللي انتوا عاوزينه انا هعمله، انا تحت امر العيله.